تلعب ساسي ترجع للنجم وركنية وركنية سامح يلعب كرة طويلة يلمسها المدافع الشكادرة هنا في الملعب الأولمبي في سوسة ترجع الكرة على الطريق علي البريكي علي البريكي لدوني ميكايلو وفرصة للنجم الصاعدي كاد يكون الهدف الثاني المدافع في آخر لحظة كان اللاعب رقم 14 سماكي الحارس بارتي سيد الكرة والمدافع جاهل وجود خمسة مهاجمين ضد أربعة مدافعين لصالح النجم والكرة تخرج التماس متى كانت من Thank you.
مستوى استرجاع الكره تفتكك الكره لاعب عنده وزنه سيف الدين بن عكرمي لهيثم البغدادي فخر الدين بن يوسف في وضعيه دفاعيه وتبقى الكره للملعب التونسي ايشاكا ديارا عكس الهجوم لعلاء المرزوقي كره خارقه لايشاكا ديارا معوض شمس الدين الزوادي والحارس معز بن شريفيه ياسر جلاسي في المحور تصدم بالعارضه ايشاكا ديارا والقائم والهدف لصالح الدرج الرياضي التونسي وعلي المشاني رابع الاهداف للدرج الرياضي التونسي نفس النتيجه في مباراه افريل الماضي رباعيه وايشاكا ديارا نشوفوا الكره الاخيره ايشاكا ديارا على العارضه ثم على القائم وعلي المشاني كان متواجد في المكان المناسب ايشاكا ديارا كره اولى تصدم بريد الهجري ثم ايشاكا ديارا تصدم بالقائم ثم علي المشاني تقبل الحارس قيس العمدوني اربع اهداف كامله لفريق باب السويقه علي المشاني وايشاكا ديارا قبل بالي لعب التماس ترجع ايشاكا ديارا مباشره حارس المرمى حمزه عبدالله يلعب كرة طويلة مع حمزة النسعدي في التغطية ايشاكا ديارا تماس حسين الراكب يلعب تتعدى في خدين بن يوسف يرفع الكرة نصية كانت من ايشاكا ديارا هدف ثاني ضاع هدف التعادل ضاع على الدرجي بعد هذه العملية رفع الكرة من فخر الدين بن يوسف